عشان كده دايما بنلاقي ان مباحث الانترنت بيتقدم ليها يعني شكاوي بشكل يومي، تقريبا استغاثات وبلاغات لا حصر لها، وده طبعا بسبب تعرض الشخص للوقوع بقضايا عديده زي الابتزاز او النصب او الاطلاع على اسرار شخصيه المفروض ان محدش يطلع عليها، والموضوع ده ممكن يصل الى يعني بيهدد طبعا حياه الانسان ده. طيب عاوزين نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده، ونتكلم مع ضيفنا اللي بيسعدنا وجوده النهارده معانا، وهو الدكتور عصام الحموري. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اهلا منور. بيك يا فندم. اهلا. يعني يمكن انه احنا قبل الهوا كنت حضرتك بتكلمنا وقلت لنا ان المره دي بقى هنتكلم على زاويه مختلفه تماما، واحنا ما لحقناش حتى ايه يعني نخوض في هذه الزاويه، فممكن تشرح لنا ايه الزاويه الجديده في جرائم الابتزاز اللي هنناقشها النهارده؟ مبدئيا احنا اتكلمنا في حلقات في البرنامج هنا قبل كده عن الذكاء الاصطناعي، اتكلمنا عن حالات الابتزاز، اتكلمنا عن تعذيب الحيوانات، خدنا الجرائم الالكترونيه من زاويه ضحاياها المباشره. لو انا بتعرض لجريمه اعمل ايه؟ ابلغ، اخد حقي ازاي؟ العقوبه ايه؟ في زاويه بقى تانية غير مباشره للضحايا، لو انا بتعرض للاتهام ممكن ترتب على الاتهام ده ابتزاز. بمعنى ايه؟ ان انا افاجئ ان انا في كمين عليا حكم، بينزلوني من عربيتي، بيقبضوا عليا وعليا حكم 5 سنين 10 سنين 15 سنه. بالمناسبه في شخصيات مهمه حصل معاها الحاجه زي دي وانا ما اعرفش خالص. طيب ده سببه ايه؟ سببه اهمالي في استخدام التكنولوجيا، بدايه من استخدام الانترنت في البيت. كلنا عندنا راوترات في البيت، راوتر بتاعي انا بسيبه لا، متاح. عاوزين بس نربط الحادثه اللي حضرتك بتقولها بال ما انا هقولها اه ازاي. ماشي حصل انا تمام. الراوتر بتاعي سايبه مفتوح او عامل له باسورد، بس الراوتر ظاهر، فاي حد اخترق الراوتر بتاعي ارتكب جريمه، هيترصد الاي بي بتاعي، فانا ابقى انا المتهم. دي حاله او ده نموذج. النموذج الثاني ان انا بيانات الشخصيه اتاحها للغير او اتاحها لاي حد، فصوره بطاقه الرقم القومي الملونه لو وقعت في ايد اي حد ب 500 جنيه يقدر يطلع خط باسمي وانا ما اعرفش. الحاله الثالثه ان انا تليفوني نفسه يبقى متاح لزمايلي ممكن في قبل العمل. قبل الحاله الثالثه، في الحاله الثانيه موضوع البطاقه، لان موضوع البطاقه ده ممكن ناس كتير بتقع في فخ ده وما تروحش تعمل ان في محضر بفقدان البطاقه، فايه الحاجات اللي ممكن تقع عليا لو حد وقعت في ايده بطاقتي من غير ما نعرف، غير ان لو هو عمل خط بيها خط ارتكب جريمه حضرتك اللي هتحاسب على انا اللي مشاهدك، هتحاسب على حضرتك اللي هتبقى متهم اوكي مش حد تاني، لان الخط باسمك. واثبت بقى، اثبت اثبت ان هو مش باسمك، واثبت ان انت يعني ان تدخل انت في مش دايره انت. كبيره ممكن في النهايه توصل لبراءه، ممكن توصل لحكم ايقاف، ممكن بس توصل هتدخل لغرامه، نفسك في بس شبهة انت ووجع دماغ اهمالك انت مش فاهم. بيخليك او حسن نيتك بيخليك تبقى انت اللي ضحيه وانت ما عملتش اي حاجه. الحاجه التانيه زي ما قلنا اتاحه موبايلي لاي حد في بيئه العمل او حتى في البيت. يعني انا دايما بقول ان انا لا، انا ما اثقش حتى ان تليفوني يبقى متاح مع مراتي، ما يبقاش لا متاح ده مع بقى حد في دي البيت حاجة، لا يا والعكس. لا يا دكتور لا عصام، دي لا حالات من لا الواقع لا يا دكتور العملي. لا عصام، لا لا انت دي بقى عايز تقول لمراتك انها ما دي تمسكش موبايلك حالات. تاني لا لا ده لا للأمان؟ لا دي حاجة تانية على فكرة عشان دي خاطر ما وقعش قضايا، الجريمة دي قضايا كمان. وحصل فيها أحكام، ويعني أنا شخصيا عندي قضية من دي في المكتب، ايه بقى زوجة؟ اتمسك في كمين مع زوجته واتضح بعد كده انه عليه 5 سنين حكم، وان زوجته هي اللي عامله فيه يبقى اكيد القضيه، عمل وان مصيبة هي سودة خلعاه، خلى زوجته وايه، بلغت وان هي عنه اصلا خلعاه وهو ما يعرفش. وهو ما يعرفش، يا يعني رب هو يا مخلوق قادرين وعليه جامدة حكم جدا يا خمس ستاتي سنين قادرة. وهو ما يعرفش ليه؟ لان انا هيتبعت رسالة من تليفوني، فمباحث انترنت هتشتغل على رقم التليفون انت وانا ليه باسمي؟ المتهم، طبعا. فانا تليفوني طب ده او بياناتي وايه اللي خلى الشخصية. حضرتك متأكد ان مراته هي اللي بعتت الرسالة او هي اللي عملت الموضوع ده من خلال تليفونه؟ تفاصيل بقى القضية كاملة بقى، ملابسات يعني مثلا هيئات. من ضمن الحاجات ان هو واخدة خلع قبل يعني قبل طب القبض واخدة خلع عليه وعايشة معاه؟ ايوه مع بعض، بقول والحالات لك دي كتير. كانوا رايحين غريبة يفسحوا، جدا. يعني اتمسك في كمين وهم رايحين شرم. شفتيش مسلسل جعفر العمدة؟ مع انا في مرافعة القضية دي انا قلت دي قضية جعفر العمدة. وداد طب وسيد وفي العمدة. بالعكس برضو في قضية حصلت ان في سيدة كانت مطلقة 5 سنين من جوزها واكتشفت ده وهي بتطلع بطاقة وهو عايش معاها.
في كتير وفي ازواج طب عمل كده ليه؟ هددوا زوجاتهم. احنا بنتكلم بس في ايه؟ في زاويه النهارده ان احنا بنوعي الناس. حضرتك محامي شاطر مش عارفين نطلع منك غير اللي انت عايز تقوله. لا لا انا مش عايز انا اوت اوف ذيس جيم. لا لا جرائم الكترونيه. لا 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 انا عايز الموضوع. لا 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 انا عايز اخد بس ان انا اقدر اوصل للناس ازاي ما يبقاش متهم. ازاي ما بقاش متهم؟ طب اتفضل. يعني انا ده نموذج قلناه. النموذج الثاني الاخطر بقى واللي هو اكثر انتشارا وطبيعي جدا بيحصل معانا كلنا، ان انا حسابي انستجرام فيسبوك يخترق. فاللي هيخترق الحساب هيرتكب بيه جريمه زي جرائم النصب الالكتروني، فهيكلم مثلا اصدقاء عندي على ان هو انا ينتحل شخصيتي، يطلب منهم فلوس فيحولوا له فلوس، فانا ملزم ان انا ارد. طب اول ما اعرف ان انا حسابي فانا لما اعرف الكلام ده ما احاولش ان انا ارجع الحساب، لان انا ممكن بعد كام شهر الاقي نفسي متهم وعليا حكم. لازم اتوجه لمباحث انترنت اعمل محضر بعد ما يثبت اختراق تليفوني ويوصله للمتهم والتقرير الفني ينتهي ويخلص. ابقى انا كده برأت نفسي فيما بعد، ابدا استرجع الحساب. الغلطه اللي الناس بتعملها ان مجرد الحساب بتاعه ما يتسرق او يخترق يحاول يسترجعه. لا، انا ما ينفعش احاول استرجع الحساب بسرعه الا لما اتخذ الاجراء القانوني بتاعي عشان احمي نفسي من بعد كده، لان اللي انا بتكلمه ده من الواقع العملي، قضايا صدر فيها احكام وناس بالفعل اتحبست لان ما قدروش يثبتوا براءتهم في القصه دي. فزاويه ان انا ابقى مهمل في اداره حياتي التكنولوجيه او حساباتي او بياناتي الشخصيه ممكن توصلني ان انا ابقى متهم في ارتكاب جريمه.